أشعار وفنون وربابة والحان بأصوات شجية ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا الشاعرية أشعار وفنون وربابة والحان بأصوات شجية ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا الشاعرية نحيي التراث ولا غرابة موروث عنا سجودية يبقى لنا شيب وشبابة موروث عمان الهوية نحيي التراث ولا غرابة موروث عنا سجودية يبقى لنا شيب وشبابة موروث عمان الهوية أوقاتكم مشاهدينا الكرام ويا أهلا ويا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ليوان الشعر والليوان زاخر أيضا كذلك بضيوف جدد اليوم بإذن الله راح نستمع وأيضا نستمتع باللي راح يقدموه لنا من خلال هذه الجلسة الشاعرية اللي نقضيها معكم أسبوعيا. اليوم ضيوفنا من محافظة ظفار راح أكيد اليوم تأخذون اللون الظفاري في القصيد وكذلك في الطرب راح تستمتعون وياهم بإذن الله تعالى من خلال هذه الجلسة. نذكر فقط إحنا أسبوعيا على أنه عندنا فاصل ننزل فاصل في كل حلقة. الفاصل هذا هو عبارة عن تشجيع للشباب والمواهب اللي قاعدة تشتغل لحالها خارج وتصور كذا فيديوهات كليبات إكراما لجهودهم. نحن ننزل في كل حلقة فاصل من هذه الفواصل يستحقون ويستاهلون. اليوم أكيد راح يكون فاصل جديد بإذن الله تعالى. خلونا أول شيء نتعرف على ضيوفي اللي موجودين معي اليوم من محافظة ظفار. اليمين معي الشاعر خلوه على الشاشة أكيد يعرفونه الشاعر عبد الله بن مدهل المهري. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك. يا مرحبا فيك وهذا تشريف. بارك الله فيك. إن نطلع على الوطن والمواطن من خلال هذا النافذة ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال تقديمك. الله يعطيك العافية بن مدهل. جزاك الله خير. طبعا بن مدهل هذا الوجه انتم ألفتوه وعرفتوه وراح ايضا بعدين في السرد وفي الحكي بخبركم اذا كنتوا ناسين او انه اختلف عليكم وجه عبد الله بن مدهل. يا مرحبا عبد الله. من اي مكان في ظفار؟ والله طال عمرك حاليا طبعا الناس بدأت تهاجر من الوادي ومن الجبال الى صلاله العاصمه. انت العاصمه حاليا؟ ساكنين صلاله الحمد لله. بارك الله فيك. مستوطنين الله يعطيك العافيه هناك ولله الحمد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. طيب عندنا ايضا الشاعر عبد الله بن هبود المهري. حياك الله يا عبد الله. حياك الله. يعطيك العافيه. شريف. بارك الله فيك. طول عمرك ان حضرنا عند سالم البدوي وطلعنا الحمد لله. انا اللي متشرف فيكم ضيوفا لي في الله الليوان. الله يسلمكم. الله يسلمكم. بيض الله وجهكم ويعطيكم العافيه. احنا بعد نفس الشيء نتشرف. جزاكم الله خير. سلمت يا عبد الله شاعر. ايضا من ولايه شليم. من ولايه شليم منطقه كوبوت بالتحديد. يا سلام. الغراء. يعطيك العافيه. البسيطه الباديه. يا مرحب. يا مرحب. الحمد لله. وفي هذيك الزاويه الرائعه جدا عندنا الفنان الجميل مسلم بن كرفيش العمري. حياك الله مسلم. يا حي وسهلا. يا مرحبا بك. كيف الحال؟ عاد مسلم يعني انت يمكن مو بغريب على كثيرين يعني ما شاء الله وقد سبق لك ايضا معنا. الحمد لله قد كنا لقاء وتشرف ايضا اكون في ليوان الشعر. بارك الله فيك. برنامج جيد وما تقدمه من برامج جيده. الله نشكركم على الاستضافه فعلا. سلمت وتستحقون وتستاهلون. ان شاء الله نشرف المشاهدين ونشرفكم. ليوانكم شاهد كلكم شعراء. الله يعطيكم العافية. هذا لهم ضيوفي مشاهدينا لليوم راح نستمع إليهم بعد هذا الفاصل ونرجع. موسيقى
مرر فخر لعمان إنك من أرض عمان وأكبر فخر للأرض يوم أنت تطيها لأنك سمي المجد توامك عز وشان تبقى شبيه الحلم في عيونها ليها يا حلوة يا جارة يلي منور الحارة ليش طعت لزيارة وخليت القلب يشتاق فنأت على غمان الطير لجو المفرحة وكل التساني نزلنا في وسط الساحة نسير وسط جو من الحساد خاني روح أحمد الله علي تلقاني وقت الأزية روح أحمد الله علي تلقاني وقت الأزية حولك معاك كل لحظة لجلك حياتي هنية وعد الزمان لبه كلمتك مسموعة راجع حسابتك ترى الغلطات مرجوعة يا سبحانك الشافي بيخل العسل شافي يا سبحانك الشافي بيخل العسل شافي في دنيا ودين منك يا عسل دوعان منك يا عسل دوعان قوت العاشقين الصبر ما فاد ليل الصد طالع قلنا يا زين ايش السالفة قلنا رجوع رد على السؤال ايش بدا مني ماني عارفة ارسلت مكتوب بحرين المنامة على المحبوب في سماء العمان ودانا ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا ودان ودانا ودان يا لاله يا لاله يا ليلى دان ودانا ودانا دان ودانا عدنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل اللي اختاره لنا أبو خالد من حلقات الجزء الأول ديوان الشعر فنانين رائعين جدا نستمتع الآن طبعا ونستفتح جلستنا كذا مع بن مدهل حياك أخويا عبد الله يعطيك أقول خبو خبر خير يلا غمدكم خب خير الحمد لله سودو تقول ما عارف عاد بثي لا عاد عاد هني حدي أنا بارك الله فيك عبد الله يا مرحبا يا مرحبا سهلا عبد الله بن مدهل المهري طبعا الناس اللي حين شافوك تذكروا المقاطع تذكروا المحاورة الرائعة اللي دارت بينك وبين بعض الشعراء كنت الأسد ما بينهم يعني حقيقة أنت يعني هم كانوا أكثر من ثلاثة أو أربعة الحمد لله وأنت كنت ترد عليهم الحالك يعني هذا الشيء اللي شاهدناه وشفناه يعني في أعتقد كانت حفلة قطر. عرس في قطر نعم عرس كان نعم. كانت محاورة رائعة جدا وكنت نجم من خلال هذه المحاورة حقيقة الله يعطيك العافية هذا بس نبي نعرف عن المحاورة هشوي يعني عن ال أولا أشكرك بارك الله فيك وعلى لسانك المعسل الله ونظرتك الطيبة ما عليك زود بالنسبة للمحاورة والفرح هذا والزواج إيه؟ هذا ولله الحمد كان المفتاح من هناك إلى قلوب عامة الناس بالضبط شفت بالضبط. فولله الحمد أولا قبل كل شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أوجه كلمة شكر من خلال هذه الإطلالة إلى كل من يعني وصل شريطي وبادلني الحب أني أبادلها التحية والشكر من قلبي يا سلام عليك وأشكرهم عامة عمان بمن فيها وخارجها افتخروا فيك كثير شفت بالنسبة للزواج هذا كان أصلا أنا كنت مدعو على زواج في الأمارات أيه. واتجهت من صلالة إلى هناك
نعم. زواجي كان مع السفير غازي بن عاشور سفير الامارات في اثيوبيا. نعم. هذا نعم. رجل لي علاقه معه ودعاني للزواج وحضرنا الزواج. من هناك جاءت الدعوه العرضيه مع القطر. من هناك على طول وصلنا جميل. وكانت هذه الزواج زوامل معتاد يعني. فبدينا فيها وكانت هذه يمكن بعض القصائد اللي فيها شيء من التنفس صحيح عن صحيح. بلد عن بلاد ضبط. وعباد نعم. اللي تعرضت لموجة معينة من الضغط النفسي والعلامي بالضبط. وما حد أعطى لها كلمة حق صحيح. وكانت هذه البيتين هي تنفس عام. يا سلام عليك. من هناك شاهدة. بدأت قلوب الناس تستقبلني يا كذا سلام على طول وهذه نعمة كبيرة كنجم صراحة يعني الحمد لله وأشكر الله بحيث أنها كانت توصيل رسالة بطريقة لا ضرر ولا ضرار لا أبدا لأي طرف من يعني الأطراف يعني كنت في الأخير كنا متقن في كل كلمة قلتها بأسلوب سلس جدا هذا توفيقا من الله سبحانه وتعالى نشكر الله الذي وفقنا لذلك وما كنا يعني ما نتوفق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى الحمد لله. فمن هناك بدينا صحيح شفت انطلقنا إلى القلوب العامة يعني الحمد لله أنه في حد كان يصور هذيك اللحظة كذا عفويين عفويه ما مركبه تليفوني كان مغلق بالضبط واضح انا واضح انت ما كنت تصور اللي صور تليفوني اساسا من طلعت من البلد الى رديت البلد كان مغلق واول ما جيت المطار فتحت التليفون على اساس ان حد ولا تعرف وش اللي قاعد يصير حد يستقبلني فتحت التليفون الا هو اشوف يا سلام التفاعل هذا العجيب والغريب ايه نعم. واللي يعجز الواحد من مثلي انه يشكر هذا بارك الله فيك هذا للناس اللي تذكر شيء من المحاورة ذي والله أنا بعطيكم ربما السالفة أول ما جينا السلام طبعا جينا السلام بقافية ثانية ايه وكان زواج يعني ايه لشخصين ايه يعني من قبيلتين مختلفة فعندما جي السلام قال وسلامنا عبر الدول يغشي الحدود وضريبة الواجب تحملنا الكثير جيناك بن عباد يا راس العمود وعمدت من ضلعية عنوان الكبير هذا سلام. الطرفين اللي يسحب هذا زي. ثم استقبلونا وكان العشاء والفوالة ولا هكذا أي. ما بعد هذا بدأ السمر حلو والزوامل والصفوف حلو فمن هنا بدينا القصايد وكنت يعني نوعا ما متحفظ إلى أن أطلع لأن أي. الناس الكلام مفتوح آه. والحوار حد استدعاك إلى الخروج والساحة هو ولا؟ تقريبا إنه مطلوب للساحة جميل يعني جاتني كذا فعدت قصائد يعني ومن ضمن القصائد ذاكر إنه ما لا حاول إني تحفظ يعني وإني أطلع قصيدة يقول من عادتي أطرح لها بسمة أثر وفلك المعنى ولو خلف البحار لكن يا الليلة مغيد بالحذر شعار مسافر بلغ الواجب وطار يا سلام عليك تستحق وتستاهل أنت شاعر كبير يعني ومثلك وشرواك شاعر محاورة يعني يفترض أن الناس تعرفه حقيقة وشعراء المحاورة هذول يعني قليلين يعني اللي هم يرتجلون هذيك الساعة والشاعر هو الشاعر الحقيقي هو الشاعر المرتجل مثلك وشرواك هذا فن يعني وكان له دور يعني في فترة ما كان نعم. يعني هو له دور كبير بين القبائل بالضبط. وبين المجتمعات لحل مشاكل والتوحيد والألفة ولا نعم. والمشاركات بارك فكان له دور كبير جدا أي أيوة. طبعًا. في فترة ما جاءت أشياء جديدة على هذا كالسهرات وكل مش عارف ايش وشلات وهكذا ثم عادت الناس صحيح الى القديم القديم ايوه القديم. لا بد لا من يكون هو الاصدق هو اي نعم مهما يعطيك العافيه بن مدحل برجع لك ويك بارك الله فيك بنروح الى عبد بن هبود حياك عبد الله حياك الله يعطيك العافيه يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حياك الله سمعت وش قال بن مدحل بن مدحل شاعر كبير ويمثلنا كلنا يا سلام عليك يمثل محافظ ظفار باكملها يا سلام بيض الوجه عليكم جميعا وشعر ما شاء الله رايتكم بيضة شاعر الله جميعا وش يقول؟ بنشارك كمان بقصيدة وطنية يقول فيها يقول غابوس يا رجل الصعب والمهمات نعم غابوس يا رجل الصعب والمهمات غابوس يا نقل الرجال المناعير غابوس لك مني سلامة وتحيات كل الوطن وعمان خلفك طوابير تاريخ باسمك لو يضخ الحكايات منه يشيب الطفل لو سنه صغير الله الله كل الوطن وعمان خلفك طوابير تاريخ باسمك لو يضخ الحكايات منه يشيب الطفل لو سنه صغير خيرك همل وبله على كل
حالات ولا غيره طاغي ولا نافخه الكير حكمتك تزرع في المصادر روايات لمنقزاتك واضحه دون تقصير كل بظلك نالم السعده غايات وحقق طموحه في خيالها كبير حكيم مراي ولك مواقف وبصمات وهذا الزمن يشهد ولا فيه تزوير. يا سلام يا سلام. كل بظلك نالم السعد غايات حقق طموحه في خيالها كبير حكيم راي ولك مواقف وبصمات هذا الزمن يشهد ولا فيها تزوير الشعب باني في غلوبها مساحات دمع الفرح تنهل بحضورك انوافير يا فذ يلي لك عزوم قويات يا باني النهضها بحكمه وتدبير يا رب يا رافع السبع السماوات بطباقهن ما في خله وتاثير. يا سلام. يا رب يا رافع السبع السماوات بطباقهن ما فيه خلها وتاثير تحفظ لنا تاق الشرف والزعامات تاقن على راس العلم دون تفسير والمعذره لا كان في القول زلات من شاشه الابداع ابغي معاذير. يا ظلوي يا ظلوي ما فيك حيله ما فيك حيله جاهد الله يعطيك العافيه والكلام في محله ما قصرت. اي نعم في محله. بيض الله وجهك يا ابن وجهك ابيض يا علم هات واللي بغيتنا ندخل فيه بندخل في بحر العاطفي طبعا. ايه بيك بس خلنا اول شيء نسمع شيء وتر حلو. فهمتني من بن كرفيش ابشر وبندور وبنروح الاحساس عشان يحرك الاحساس. ايه 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 شو رايك مسلم؟ ابشر ها؟ ابشر يلا هات. هذه من كلماتي بعنوان يا حياتي كلماتي والحاني وان شاء الله تعجبكم باذن الله. جميل يلا. الشرق حياك
ولك فضى سمحان محجوز أعزمك دعوة من الخاطر لك وترياك أزفها من قلب صادق متيمك من الجنوب الفت والشرق حياك ولك فضى سمحان محجوز أعزمك وسل كريم الجود يا الله معدمك أحلى الغرام اللي أتبادل معاك ما بيننا كالورد يسقيه مبسمك يا راحة البال كم لي تمناك وسل كريم الجود يا الله معدمك أحلى الغرام اللي أتبادل معاك ما بيننا كالورد يسقيه مبسمك يا حياتي هاتفي نجاك النفس من شوق ودها تكلم. يعطيك العافية. يعطيك العافية أبو كرفيش. جميل يعني تقول كذا وتحسسني كأني أتمشى في جبال صلالة. جميل بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. بيض الله وجهك. الله يبيض وجه الجميع. إذن هذه جولة أخذناها أولى كذا مع ضيوفنا في ليوان الشعر. نشوف هذا الفاصل اللي مجهزه أبو خالد ونرجع. ريت المنازل وسط الغبار طافوا عليها بهدم البيوت يا بيت يدي يقول وش صار وش فيك ساكت مختفي الصوت. ريت المنازل وسط الغبار طافوا عليها بهدم البيوت ريت المنازل وسط الغبار طافوا يا بيت جدي قول وش صار وش فيك ساكت مختفي الصوت يا بيت جدي قول وش صار وش فيك ساكت مختفي الصوت تعويضهم لو كان مليار ما تعويضهم لو كان مليار ما عوضتنا عن كل بخوتي المنازل شفت الأعذار اللي عليها غيم الموت المنازل شفت الأعذار توت راحوا وهلها وذيك الديار فوت عليهم دهرنا الفوت راحوا وهلها وذيك الديار فوت عليهم دهرنا الفوت راحوا ولكن ظل
تذكر ما ينمحي لساعة الموت راح ولكن ظل تذكر ما ينمحي لساعة الموت ريت المنازل وسط الأغبار طافوا عليها بهدم البيوت ريت المنازل وسط الأغبار طافوا عليها بهدم البيوت لكم مشاهدينا وليوان الشعر الفاصل اللي لاحظتوه طبعا الكلام للشاعر الرائع جمعة المخمري والتصوير والإخراج كذلك حقه والأداء سمعناه بصوت الشليل سالم لوشاحي يعطيهم العافية وربنا إن شاء الله يوفقهم هكذا شباب مجتهدين ويشيلوا بعضهم ويساعدوا بعضهم إن شاء الله تعالى هكذا مطلوب في الساحة يعني كل واحد يساعد الثاني كل واحد يشيل الثاني عشان نرتقي مع بعض كذا كلنا ما أنت حاسد هذه ساحتنا وهذا مجالنا ولازم أننا ندعم بعض فيها وحنا بعد أيضا كذلك من خلال ليوان الشعر ندعمهم بأن نبث هذه الفواصل لهم من خلال حلقاتنا بإذن الله تعالى شكرا لهم وشكرا للشاعر جمعة المخمري يعطيك العافية بن مدهل مرحبا الله يعطيك العافية الله يحييك رجعنا لك مرة حي سهلا يا هلا وسهلا عاد وش بنسمع الحين اريحيتك الحين والله الحين بنبدأ من حيث ما بغيتوا ابحر شفتوا والحلقة هي خلها حلقة اجتماعية يعني نخاطب فيها هذا المستمع المتواضع يا سلام والذي يتقبل الكلمة طبعا وأنا بأبدأ إن شاء الله بإذن الله بكلمة بقصيدة بعنوان اعتراف عادة لكل قصيدة حكاية صحيح ما عندي قصائد هكذا جميل ولكن هذه القصيدة خلاص نخليها كذا بلا حكاية لا نسردها الآن ما بتقول حكاية يمكن نفهمها يعني بروحنا يمكن نفهمها بروحنا بعدين فممكن نسرد غيرها أخواتها لا بعدين بنسرد خلاص غيرها فالقصيدة هذه بعنوان اعتراف واحد لنا في اعترافين ما شاء الله جميل قال اكتمت حبك مثل مكتوم الانفاس يا سلام وحرمت عمري حلم زهرة شبابه الله حتى غزاني الشيب وتلون الراس هذا زماني غطواني سرابه الله من فيض بحر الحب اللي مالها قياس انسج خيالا مثل غيم اصحابه اطير في ظله ولا لين من الناس انت رسيدي اللي كبر في حسابه يا سلام يا ابو جدايل سود والطرف نعاس صمت المشاعر اخترقنا حجابه انت بعيني جوهره دره الماس ما شفت مخلوق لحسنك مشابه يا سلام يا نصف روحي والمشاعر والاحساس اهداك قلبي سر مفتاح بابه عيشه بدونك عيشه الهم والياس والدهر يا مارتوين عذابه عوض حياتي في الهوى شربه الكاس الله من ثغرك المعسول يحلى شرابه الله ومن لسانك انطق بلحن مرواسي ترجمه حرف القصيده كتابه الله يذوب في معناه ويثيره وجاس يا سعد حظه من تخصه قرابه اما الامل مربوط ما بين القواس والحاير ما ترده اجابه يا سلام يا سلام يا سلام والله إن اعتراف اعتراف هذه اعتراف صريح صريح زين الاعتراف الثاني وش يقول يعني لازم الثاني الحق بعد الاول دام عرفنا الاعتراف الاول مساله في اعتراف قال يا مصدر الالهام وعتاب وعذاب مشكله اذا تحول لك واحد ثلاث في واحد مصيبه طبعا زين يا مصدر الهام وعتاب وعذاب والله أحبك واعترافي دليل ما يجتمع في الحب صادق وكذاب أحسبتها بالكيف والكم والميل يا سلام قلبي مع الأيام متعلق وذاب انساك لا والله شيء مستحيل صحيح. أبقى مع الأوهام وأحلام وصراب أنت حبيب الروح وأنت الخليل خليل. يا بعد روحي يا عيون الصواب يا بعد روحي يا عيون الصواب يا بعد روحي يا عيون الصواب بات واكب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شيء ما استجي أنا أحبك عاد قولها موين يا قال يا مصدر الإلهام
وعتاب وعذاب والله أحبك وعترافي دليل ما يجتمع في الحب صادق وكذاب حسبتها بالكيف والكم والميل قلبي مع الأيام متعلق وذاب انساك لا والله شيء مستحيل أبقى مع الأوهام وأحلام وسراب انت حبيب الروح وانت الخليل يا باد روحي يا عيون سوابا باتواكب حتى عاد يقول المشكلة البيت إذا ما جات معك مصيبة يعني ما شيء بس اللي بعد المهم نقفزها حتى يقول لا تردني إشارة ولا يردني باب والعذر والعذار جملة وتفصيل والعادبة أشرح ولا بضح ولا وضح أسباب عقلك يفسرها ويعطيك تحليل وإن كنت بين البين خايف ومرتاب اطبع مساق الروح والكيل بالكيل الله الوقت الله. بالساعات وأرقام وحساب والاصل وإن دارت مقامها أصيل نعم والاصل وإن دارت مقامها أصيل نسبة أمل وإحساس وشعور وعتاب رسالة العاشق مداها طويل السر في عينك وفي عينك عتاب الله يخارج من فلوك الكليل يا الخالق الرازق ويا رب الأرباب شكيك ولا بيني وبينك وكيل ألطف بحالي كلمتني والأجناب حملي ثقيل وهم محبة ثقيل يا سلام حملي ثقيل وهم محبة ثقيل فالثقل فوق ثقل أي والله هذه المصيبة أن أحيانا تأتيك الحافظة هذه اي ما شاء الله عليك قد لا تسرد البيت القصيدة كاملة إذا كنا حسدناك ابن مدهل يا رجال هذا من تواضعك اللي عارف انت رجل شعر متمكن شفت الله يعطيك ونحن ربما نكون لا شيء اذا قارنا انفسنا بامكانياتك لا يا رجل ولكن يا هذا راجل. تواضعك وتشريف على فكرة انا قدري انك تتسمع وقفت بارك الله فيك بارك الله فيك يا رب العالمين يعطيك العافية جهز لنا شيء برجع لك بعدني برجع لك بنروح الى بن بود عبد الله حياك الله يا عبد الله اشوف دخلتونا في بحر ترى هذا بن مدهل ها وبحر العاطفي انا يعجبني دائما جرك شوي صحيح ها جرك انا لك الباب العاطفي لا فتحنا للباب لا جر اي اكيد يقول الشوق توه في الصدر دق الربابه اي والله وتذكر اللي في دياره مناشير بالروف يا برق اللضاء في سحابه شوق فوادي للدياره المناعير يعلى السحب تهمل وتروي شعابه من في عاره لين دار زايد الخير يثور به نبت زينة الهضابه وتنعم بها حول عرابي مغاتير فيه النشامه ليحموهن ذيابه للضيف حي ومن المسافه تباشير يا مرحبا مليون من دق بابه ترحيب تنمل القلب لوجوه المسافير وانا غزان الشوق وثره تشابه حب البداوه لتربي غنادير احتار فكري بين هيعة سرابه ولد الدماني ما يعرفه الكوافير ضبي الربا في موطن العزة وترابه صندوقه الوالد حرام التقارير متميزا بطبع ولحدنا حكابه غار القلم منها وخط التعابير وقال له موتي بين ردفها ونابه والموت في نحره تشوفها ضحى غير والموت في صوتها وزمة شبابه والموت في خصرها وخطوات التدابير والموت في كله وحضر جنابه مرفوك الله عن حكي الوشاء والمعاثير متسللا بالدم والقلب صابه ساكن ضلوع الحدبة بين المداوير يا ليت من نوخ سيارة هركابة حرب اللذاني قاطعات الهوابير ويلقى وليفا مثل سالم يشابه الله عليك الله عليك الله عليك, الله عليك يعطيك العافية يا ابن عبود يا السلام كلام. عليك يا السلام عليك وانت خطير ما تنتقرب للغزل ليش؟ ما تنتقرب خطير انت هذا خطير يا خطير جدا جدا ترانا احنا الحين بيدور علينا الدور وبنطلب منك لا 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 انا هني ما اقول انا هات بعدك هات بعدك وحده الثانيه يقول اتجاهك حبيبي صار عني مقفل وانا بصوتك متيم وفي سلوكك مصابي يلا في صفاتك مميز وخف دمك يهبل القمر عنك تخجل ومن طلوعك تهابي الجمال الطبيعي في عيونك مدبل عاف كل العذاري وفيك مدمن ورابي لين أرض المحيلة من قدامك تبلل يرتوي فيه بدو وترتعيه العرابي سيف حبك طعني وفي عروقي تسلل لب قلبي مبين خافيات العذابي حد فكري بطبعك توازن تخلل حب مغرم وصل لانهيار العصابي الحسايف ترضف وفي دموعي تجول ونهمر فوق خدي قاريات انسكابي ذكريات كل فني وفي منامي تخيل طول ليلي مهوقس بين لالة وسرابي قصف خصر كماتي ورمش عينك يمول طاقتي بندفاعي إلى مقام الشباب أنا دخيلك ارحمني
واعتبرني مخول. ابن عمك شقيقك واحد من القرابي صك شرعي موقع لين موتي مطول ما يفارق رموشك ولا يعرف انسحابي صوب دارك سرابي شوق فاضح مفول ما يعرف التلفت. يا سلام يا سلام الله يا سلام الله. يا اخوي هذه شليم ما هي بهينه شليم ما هي بهينه ها بامانه شليم ملهمه ابداع ابداع بيت الابداع حقيقه شليم طيبه طيبه شليم طيبه والله حلوه بغينا تلهم تلهم واظني كلكم هل شليم شعار اغلبكم والله والله وش اقول لك نعم في شعار اغلبهم يقولوا وهذا الشعر موهبه من عند رب العالمين الحمد لله بيض الله وجهك وجهك ابيض يعطيك العافيه ابن هبوط تشريف عبد الله طالع مهري حياك الله نسمع شوي من مسلم كرفايش ان شاء الله ابشر هذه الاغنيه للشاعر المرحوم علي الصومالي الله يرحمه ورجل يجب ان نمر عليه دائما في نعم رجل نعم. شاعر معروف وغني عن التعريف الله يرحمه اكيد الله ان شاء الله تعجب المشاهدين عيون الليل بعيوني سهرة مواجع في حاسيسي سجينة غيوم السحب من دمعي مطرها وفيني للألم أكبر مدينة عيون الليل بعيوني سهرة مواجع صحبة من دا معي مطرها وفيني للألم أكبر مدينة عيون الليل بعيوني سهرها مواجع في أحاسيسي سنينة طوقني في سفرها أخذتني في مشاوير حزينة هواجس طوقني في سفرها أخذتني في مشاوير حزينة سنيني ملتزم أشرب كدرها وصبري ما لقى شمس السكينة عيون الليل بعيوني سهرها مواجع في أحاسيسي سكينة قديم الود أشواقه نثرها على خل وبكات مقلعينا ولا فادت دهور قد صبرها على كف التعب تمضي سنينا عيون الليل بعيوني سهرها مواجع في أحاسيسي سنينا عيون الليل بعيوني سهرها يعطيك العافية من كرفيش وربنا يرحم الشاعر الرائع جدا علي بن عبد الله بن صواخرون صومالي شاعر جميل وشاعر حقيقة يعني من عمالقة الشعر الغنائي في الخليج الغنائي في الخليج نعم إيه نعم جميع أغلب يعني أغلب فنانين الخليج تغنوا له شاعر عملاق نعم شاعر عملاق الخبر نفس الخبر أكيد ليلى ومجنون من جديد نعم إيه نعم وغيرهم من الأغاني الكثيرة روح الروح نعم. إيه يعني كثيرين كانوا يسمعوا هذه الأغاني ولا يعرفوا أن هذا الرجل من صلالة يعني حقيقة من ظفار ما أخذ حقه من العالم. ما أخذ حقه في المعرفة لكن حياته ولا بعد وفاته سبحان الله لا ذكرى لا حد تكلم عنه ولا ولكن
يعني سمعنا انك عملت حلقه عملت لنا هذا شيء طيب وتشكر على هذا بارك الله يستحق شاعر عماني وصل الكلمه نعم. والمفرده العمانيه للخليج بصراحه والوطن العربي نعم. اي نعم يعطيكم العافيه جميعا هات يا بن مدهل هلا والله هلا عبد الله بن مدهل المهري الله يحييك والله تشريف كل ما قبلت تقبل الاحساس معك يا اخوي كل ما اشوف وجهك اتذكر سياسه الحكمه الله الله يعطيك العافيه هذا من الطرائف سياسة الحكمة أي. أمس كنت معزوم عند الشيخ سليم الحكماني نعم عضو مجلس الشورى المحوت السابق نعم. وكنا في إطار من ضمن مجموعة ناس فجاتني في الوصف في الجروبات هكذا صورة وكنت عند الناس جاني ضحك يعني حد أرسل كنا اختلص لي صورة وأنا بضحك سجل تحت سياسة الحكمة تقول له ابتسم يا سلام أقول لك خلاص النجم عاد خلاص النجم يبقى نجم يا عبد الله متبوع أيوه المهم نسمعكم هات نبع فيكم من هنا إلى هنا في الاجتماعيات جميل حتى نغير الجو شوية هات ماشي بس عندي قصيدة بعنوان أختام أختام نعم يا سلام ونعطي بس مقدمة شوية قبل القصيدة حتى لا حد يفسرها نعم في غير الغير مكانها يعني. أي. هذه القصيدة تتكلم عن يعني الأختام أنت ما تدروا إيش الأختام ولكن أي. هي أنا أقصد بالأختام إن في الفترة الأخيرة صارت ظاهرة أي. كثرت علينا أختام اللي حملت الشيوخ حملت الأختام أي. فأتوقع أن صوب مناطقنا ولكن يبدو عليها عامة في كل مكان الظاهرة أي نعم فلي قصيدة في هذا المجال اي حلو تتكلم عن هذه الظاهرة جميل فيقول المشيخة صارت مع الوقت أختام مضمونها خنجر وبشت وعمامه وتحول الواقع خيالات ووهام حتى الزمن غير علينا انظامه انظام نتجاهل الأيام ونقول قدام شمس الحقيقة باتزيح الغمامة لكننا عشنا مع الوهم مع عوام والبر ما بين علينا علامة ربط المسافة بين ميمن ولام الميل مية لحد 70 قامة والجهل ظالم والمحابر ظلام في يد من يجهل حقوق السلامة عبر زمانه واعتبر بالكلام من دون ما يعرف حقيقة كلامه يا الوقت طولنا عليك المنام والصمت طول في مجرة وزامة والمرحلة توجب علينا القيام بأدوارنا في المجتمع واحترامه نعم. المشيخة أقروا عليها السلام واختامها رمز الفتن والملامة سبحان لابد من تجديد في الوضع عام يكفي من الحسرة وتكفي الندامة الشيخ من تركي عليه المهام هنا يجي تعريف الشيخ نعم الشيخ من تركي عليه المهام وقبيلته تعرف مخارج مهامه يقوم بالواجب وحسب النظام ويبرهن الواقع ثوابته ومقامه أكيد. ما يتبع الراوي ومخرج حرام مثل خديعة باسم قصة غرامة فرق تسد والعلمة وانقسام من سنها قامت عليها القيامة الله الله يالله يا محيا رميم العظام أحيا بنا دينك وروح الشهامة الدين من شر البلية حزام اليوم كل مسلم نجات أحزام الله أكبر سلامتك. الله أكبر الله أكبر قصيدة اجتماعية رائعة جدا الله يعطيك العافية بيض الله وجهك وانت سالم يا رب بيض الله وجهك هذه من الاجتماعيات نتمنى ان شاء الله كذا ان عمان تكون يعني في السليم دائما يعني باذن الله تعالى عمان في السليم الحمد لله اي الحمد لله نشكر الله والشاعر يجب الشاعر ان يقوم بما عليه من الواجب نعم صحيح شفت لان الشاعر رساله بالضبط والشاعر خطير اذا ما توظفه في مكانه الصح نعم ايوه يجب ان يحسب حساب الكلمه التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولكن يجب كل شاعر ان يقوم بدوره بالضبط لان في الفتره الاخيره كثرت المجاملات على حساب بالضبط واقع وعلى حساب اشياء صحيح. مطلوب ان يعني وهني يجي دور الشعراء يعني دور الشعراء يجب ان يقوم بدوره يعني دور التثقيف ودور الله ودور والنقد البناء الصح بالضبط. اللي لا يجرح ولا يضر يعني حتى الناس تعمل احتياطاتها صحيح لأن الناس يعني في شرائح في فئات معينة تمادت نعم أكيد بارك الله فيك يا ابن مدهل بيك بعدني بيك نسمع ابن عبود حياك الله عبد الله يا سالم الله يا عبد الله قول والقلب خضر سمعك أبيات خفيفة كذي مغنن هنا الفنان أحمد الدرعي يقول والله والنعم أحمد بالحمدي أي نعم والله والنعم يقول حيا بيوت منك يا سيد الأحباب مباشرة أبيات حلوة مثيرة جتني مع الوارد وانضام واتساب تشفي جروح اللي بيوفي غزيرة اهتز جوالي من أبياتك وذاب هزت كروزر ينتفض من قبو سيرة يا سلام يا سلام
قولها مرة ثانية. حيا بيوتنا منك يا سيد الأحباب مباشرة أبياته حلوة مثيرة جتني مع الوالد ونظام واتساب تشفي جروح اللي بيوفي غزيرة اهتز جوالي من بياتك وذاب هزت كروزر ينتفض من قوة سيره يسوقها مهبولة في الحب مصطام ما يلتفت من البعد تسمع هديره وانته غلاتك وانته غلاتك وسطيوفي بالإحسام متلايمة في عرش قلبي كبيرة مالوم اللي يحبك ولي منك مصطاب في رمش عينك جاذبية خطيرة استوحش الدار بهتل على رقاب والهجر بين في وجوه السفيرة فكر بناس اللي تعزك والأحباب وعروق محبوسها بحبك أسيرة الطيف شابك وسط نومي ولا غاب تخيلك ليلية ووقت الظهيرة قفيت ما تنشد عن أحواله لأصحاب الدم عقبك يا غناتي نثيرة سوق لك لبيات اللي فيه نعتاب وتقول رددها وعيني سهيرة يا صاحبي تكفى ترى صدك عذاب انت دوال الروح وانت تديره بك وصف من الريان في وسط الهضاب داير من القنيصة ما شاف غيره وقت العصر والشمس غابت في الاسحاب والليل غدر وظلمت كل ديره والليل غدر وظلمت كل ديره يا سلام يا سلام يا سلام ياك الله يا سلام على مواضيعك يا بن هبوت هذا اصحاب اصحاب شليم يبدعون يبدعون والله يبدعون قريب منك بالحمدي ولا لا لا يعني هو يداوم يعني في هيمة حيدة ولا بينما أعرف رجال فنان هو فنان جميل 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 الله أحمد بالحمدي نوجه له تحية حاول نجيب ونوجه أكبر تحية للفنان أحمد الدرعي نعم. ووجه أكبر تحية للفنان أبو متعب يا سلام يا سلام ووجه أكبر تحية لهيثم الجنيبي ومنذر الجنيبي والشباب هذيل اللي غنوا كلماتي وما قصروا ووصلوني في مكان بيض الله وجيه حق الله بارك الله فيك جزاك الله خير حلو حلو منك هالحكي يا بن عبود يعطيك العافية أخوي حياك الله نرجع لك بن بجيك بعدين ها بجيك جهز الختام عندك زين هات بعدك قصيد نعطيك الأخيرة نرجع هنا بين هذا وهذا بنوع لكم زين طبعا الإنسان يعني من خلال فترة وجوده في الدنيا يعبر بمطبات طبعا فمن عبرنا بمطب محطة هو مطب ولكن بسلام لا لا رجعنا بسلام بسلام الحمد لله هذا فهنا أبيات يقول يا الله يا من دور الأرض وتدور باسمه من فيها يسبح بحمده يا من رسى اسمع على الحق والنور الواحد اللي معتل العرش وحده يا سلام فرج هموم اللي مسى اليوم مقهور يندب على حظه تعثر وجهده قد كل من سهر الليالي شور تاخذ بالأحلام شوطه وترده في حسبته بعد المدى والدهور صدق العواطف من شعور المودة وفى حساباته ولا عنده قزور يحكم ضميره والمبادي تشده واليوم وقف أمنيات العبور كان الخلل في العقل وعاد رشده يا ليت من كان السبب ما عطى شور لأنه تسرع ما عطى الزهد زهده من زاوية سلبية الرقم وكسور على القرارات وأسباب رده يقول عذروبه فقط محمل هجور والحمل رهيبة على طول مده أقول لها ظني غباك الشعولي ما يشل الثقل ما حد يعده الله. بعض الرجال بين القبائل سور وأفعالهم كل على حد قده وانت عليك الوقت وعندك زهور لا تأمن الأيام وتقول وردة الورد يذبل والبضاعة تبور والعمر لا حده وللوقت حده الله. واللي عذر نفسه من الحب معذور توقفت عبر الدموع بخده لا كان له موقف لا كان له دور لا شد من وزره ولا فك عقده يا الله عوض محنتي صبر وسرور وعون من ضيع حسابه بيده يقول عبد الله إذا الحال مستور جرح الزمن يبره ولو وقت ضده الله واختام مع حرفين بين السطور من خان إحساسي زمانه يرده يا سلام يا سلام يا سلام يرده يا سلام يعطيك العافية اي والله هذا هو الأصيل يرده زمان هذا ما قلت المحطة ومطبها بارك الله فيك يعطيك العافية ونمتهل أحسد هذه الأخيرة يا بن هبوط عبد الله أبشر يقول من النكادة ذقت سكرة ورا سكرة يا سلام من النكادة ذقت سكرة ورا سكرة مقوى فراق الخلة وملامس عذابه إذا طرى الأوداع تخنقني العبرة ودق بيديني على مفتاح بابه حلال حلال من النكادة ذقت سكرة ورا سكرة مقوى فراق الخلة
يا سالم وملام سعذابه اذا طرا لو داع تخنقني العبره العبره ودق بيديني على مفتاحه بابه شبه القنابل بين عنقها ونحره تطويك طي الموتى شلت هدابه وان مت دفنوني على دربني مره عساه يذكرني مع جمعه احبابه اتوقعه بيقوم هالك يذكره استغفر الله اتوقعه بيقوم هالك يذكره ويفزك الشاهينه محمل ترابه استغفر الله ذا القلم اللي خط حبره مو بانا استغفر الله ذا القلم اللي خط حبره وافكار حبه تي من قلبي اصطابه بس هو مكمل في صفاته وقدره ما ريته حسنه ولا مثيله يشابه متميزه من الخلق يمسل مثره تسري بقثه من شطاره عتابه يتلفك في بسماته وردوف خصره يهنا بطيبه ثم طلعت شبابه يعلى الكنيف يسوق غربي من الوهره ويعم في القلب بدوان يهنابه ما ظنتي مخلوق من ناس اسره ولا ظن من ديني تربى ويابه يا سلام ذا نجم هاوي مس ما مخلوق دره كنه قمر اربع وعشره في حسابه خلى مصابي بين هاقس وحسره مروم عنه دامني اشر اجابه في موقع الحساس ساكن مغره الصادره مطعود والوارد عذابه يا سلام يا سلام يا ابن هبوط لوين بس لوين انت لوين يا راعي سليم يعطيك العافيه جميل جميل يا عبد الله هات يا مسلم ابشر خواتيم هذه الاغنيه من كلمات عبد الله بن هبوط المهري ومن الحاني جميل وتقادحت في لب راسي فتيلة من فذ غرامي صار لا يدفع عرسوم وشن حربا عالمية ثقيلة يا طول صبري ملعنا صاري مظلوم وتقادحت في لب راسي فتيلة من فذ غرامي صار لا يدفع وشن حربا عالمية ثقيلة في عرش حبه سرت هايم ومحكوم أحب دارا ساكنة والقبيلة مفنود ما بين الضبا قايد اليوم تلعن يشوح بفيها والمسيلة في عرش حبه سرت هايم ومبتون أحب دارا ساكنة والقبيلة مفنود ما بين الضبا قايد اليوم غرامي صار لا يدفع عرسهم ويشن حربا عالمية ثقيلة يعطيك
يعطيك العافية، يعطيك العافية مسلم بن كرفيش العمري. الله يفولنا من الحمد العالمية. الله يعطيك العافية. وجميل تعاون بينكم أنت وبن هبود عبد الله. يعطيكم العافية. حلو. شعر وجزاه الله وتعاوننا في كثير من بعض الأشياء. وأدائك حلو واللحن رائع جدا. بارك الله فيكم. تسلم. شكرا جزيلا لكم. عبد الله. مرحبا. أنت متى بشارك؟ نحن أنا خلصت الحين خلصنا. أباك تعطيني بس بيتين نختم بهن الموضوع. إذا كان هناك مجال أعطيك طرافة يعني هات نختم هات فيها طرافة زي. يعني وهي من الحلم من غير الواقع يعني هات. هو في الحلم هذا الأبيات كلها في الحلم زين حلو هذا السالفة طال عمرك طبعا في الحلم أي. فهناك وادي يسمى وادي رونب هذا في المنطقة الوسطى ما يكون يعني. عرفته ولا لا نعم. فحلمت أني على ضفة الوادي أي. والوادي سيل سيد حلو ففجأة ومهموم وإلى آخره فجأة لو أشوف الإنسان اللي شاغلني دائما وحبيس الفكر والنظر أي. على الضفة الثانية يا سلام سحبنا بينكم الوادي بين الوادي سي زين حلو أيوة وسحبنا سرحان كذا جنوب وكذا يسلي يده في الماء ولا كذا المهم نظرت فيه نظرات ليزرية احتراقية طالعني قال لي إيش فيك يعني نظرات غير عادية يعني قلت والله أتمنى أني أسمع كلمة أحبك من لسانك كذا يعني سلام. بدون عادي حلو. لف ولا هذا حلو أمني صريح صريح أي زين تبسمت كان عندها كذا تبسمت وقالت أحبك كذا كلمة عابرة ما تحمل أي روح جافة بس المهم يعني تعطيك اللي بغيت أيوة المهم أنا ترى نفسيا ما تقبلت الكلمة أحس في نفسي شيء أي. والكلمة اللي جاتني جافة جافة أي حلو فجات أبيات كذا على طول قلت لا تقوليها أحبك هكذا من دون روح قولي الكلمة بأحساسك وذوبي بالكلام قولي الكلمة من الأعماق من لب الجروح من حناي القلب من مصدر أحاسيس الغرام قولي الكلمة أحبك أنت جي ولا تروح ما عرفت الحب من قبلك ولا بعدك حرام ولا بعدك حرام يا أمل روحي ويا عمري ويا حلم الطموح يا حياتي أوه من دونك على الدنيا سلام يا سلام كنت أتمنى أسمع أن الكلمة تحمل هذا أيه. قمت منه ردت لي ردت لي على طول وصبعها وخاتمها عاد في عين زين قالت لو دريت والله أحبك مثل ما الخيل الجموح يا سلام مرات خيالها تصل ويكبح اللجام الله صر في جوفي أحبستها حبس ورضفت الجروح في خيالي دوم دايم حلم من كمين عام الله أحبس الأنفاس في قلبي ولا أقدر أبوح من 3 سنين وأكثر ما تهنيت المنام وانت بكلمة أحبك في معانيها الوضوح اختصارات الزمن فيها وأبعاد الغرام في عيوني سر إحساسي كم البارق يلوح قالها كلمة أحبك وأعشقك والقلب هام الله 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 وطحت من فوق الكرفاية زين أشوف يا بنمدحل احنا بنمشي معك وبنقول حلم ما شي باس زين واك على هو الحلم ما خوف يا عبد هو الحلم ما خوف يا عبد الله يعطيكم العافية تسلم شكرا جزيلا لك يا عبد الله بنمدحل تحرمنا أن لا نسمع أبيات بارك الله والله الوقت أدرك لكن إن شاء الله تعالى في غيرها بغيرها إن شاء الله وإحنا عاد ما متقاطعين إن شاء الله بتزور تواصلون بارك الله فيك سلمت يا عبد الله شكرا جزيلا بارك لك الله, فيك. الله يعطيك الصحة والعافية يا مرحبا شكرا يا عبد الله بن حبود المهري بارك الله فيك أخوي شكرا جزيلا لك شاعر رائع جدا وكذلك يعني أدائك حلو وسلس وتشريف طالع بارك الله تشريف فيك. تشريف تشرفنا صراحة أن عرفناك و بارك الله فيك دعوة طيبة وما قصرت وبيض الله وجهك على اللي الله يعطيك العافية يا عبد الله عبد الله بن هبود المهري شكرا جزيلا لك ومسلم بن كرفيش العمري يعطيك العافية مسلم الله يعافيك تسلم ما قصرت أشكركم بيض الله ويح عليكم كلكم بيض الله وجه الشعراء الجميع والمعدين والمخرجين وكل الشباب المشاركين الله يعطيك الله يعطيهم الصحة والعافية عملتونا كذا ليلة ظفارية ظفارية حلوة والله وضع عادي ما شاء الله ماشي أمور طيبة إن شاء الله أتمنى أن تعجب المشاهدين بإذن الله بارك الله فيكم جلستكم رائعة جدا الله يعطيكم العافية تسلم الشكر كذا موصول لكم أيضا كذلك مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة نتمنى أنكم استمتعتوا اليوم بجلسة ليوان الشعر مع أهل ظفار عبد الله بن مدهل المهري عبد الله بن هبود المهري ومسلم بن كرفيش العمري نحن على موعد ملتقى أو إياكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم العمل وتحياتي وتحيات الضيوف وتحيات وليد لوهيبي أبو خالد